بن سليمان محمد طه، مخرج ديال فيلم كمبوديا. فيلم كمبوديا فيلم كوميدي مليء بالسخريه وبمواقف جميله اللي مضحكه، وزعما واحد الاكسبيريونس اللي جد جميله، لان صورنا النص في المغرب والنص في كمبوديا. ومشيت لكمبوديا لان ديجا مشيت ليها ودرت روبيراج، ولا كلتشر ديالهم توتالمون ديفيرون المغرب. زعما واحد البشر اللي كياكل سرق الزيت، ياكلوا الكلاب، ياكلوا القطوط، ياكلوا. وقلت علاش ما نهش هاد لا كلتشر وندخلها في واحد فيلم مغربي ونعرف الجمهور المغربي بثقافه اسيويه. ما جايبه كيف سبق وقلت، يعني ديال واحد الشخص كيمشي للكومبول باش يبيع كلوه ديالو باش يكوبيري شي فلوس يعطيهم لواحد العصابه. الو الفيلم كيهضر على الاحداث اللي كيوقعوا ليه في الكومبوج. هادي ما نحاقوش هاد لافاز، خليوها الجمهور هو يكتشفها. السلام عليكم، معكم سناء بحاج ممثلة خريجة المعهد العالي لمسرحية الشيء الثقافي. يعني الدور ديالي اللي لعبت في فيلم كومبوديا اللي هو فيلم اجتماعي محض في قالب يعني كوميدي، يعني كيطراولي واحد بزاف ديال الطرائف، بزاف ديال الاحداث اللي تيوقعوا، ولكن فيهم بزاف ديال الطرائف، بزاف ديال المواقف اللي هما كوميديين. الوغ بالنسبه للشخصيه ديالي، هي الشخصيه ديال الزوجه اللي زوجة رفيق بوبكر اللي هو الزوج ديالي بالمقابل، واللي كتعيش معاه يعني جميع الظروف اللي تيمر منها، وخصوصا ملي كيوقع له مشاكل مع العصابه اللي كضطروا انه يمشي يسافر لكومبوج. وصافي، ما يمكنش نعطيكم الاستوار كامله. أنا صديقة الموزعة إيمان مصباحي استدعتني، وكذلك صديقة لطه بن سليمان اللي هو منتج ومخرج للعمل، وأنا نبغي نشجعهم بجوج ونبغي نحضر ونقف جنبهم في هذا لو لونسمون ديال هذا الفيلم. هذا اليوم اش واقع؟ كاين واحد الشاب جاي من برا عنده طموح وعنده أفكار وعنده بزاف الأشياء، تلقى مع ممثلين اللي حنا محتاجين أن بحال دوك الشباب اللي خدموا ونخرجوا واحد المنتوج اللي هو كوميدي، منتوج اللي هو يستحق المشاهده، اللي هو فيلم كمبوديا. محمد طه من الشبان اللي عندهم افكار كثيره، وزعما يقدروا يعطوا بزاف الاشياء، ونتمنى من عند الله ليه الاستمراريه والنجاح. هادشي اللي نقدر نقول لمحمد طه، ونقول ليه سير برافو عليك، اللي عندك واحد الكاركتير وعندك واحد الحب وعندك واحد يعني وعندك واحد الكاريزما عندها قويه.